مساكم الله بالخير. أنا مبتعث، خليت القرار أني أدرس بره بعد الثانوية، وكان هذا القرار نقدر نقول من أكبر القرارات اللي خذيتها بحياتي. هيئة الدراسة بره أنها جامعات كبيرة، جامعات عريقة، سفر وناسة. ما استوعبت شنو تعني كلمة بعثة إلا قبل كم ساعة من سفرتي. شفت أهلي كلهم يتجمعوا حواليني وكلهم يطالعوني بنظرة إني ما راح أشوفهم مرة ثانية. بهذه اللحظة فعلا استوعبت معنى كلمة بعثة. صارت، وصلت أمريكا، وصلت المكان اللي كنت أحلم إني أنا أروح، وصلت المكان اللي كنت متخوف منه، وصلت المكان اللي راح أستقر فيه سنين جاية، وصلت مكان ما أعرف فيه ولا شخص ولا أحد، مكان جديد علي. لكن لقيت ربع، ولقيت مجتمع، لقيت ناس اللي كان عندي سؤال جاوبوني، ولقيت مكان اللي طحت المشكلة ساعدوني، لقيت مكان أقعد فيه وأتذكر ديرتي، لقيت مكان أسولف فيه بلهجة وطني. لقيت المبدعين، لقيت الفنانين، لقيت الشباب والبنات اللي قاعد يمثلون ديرتنا بأحلى صورة، واللي طالعين من ديرتهم على أساس إنه يأخذون أحسن علم، أحسن تجارب، وهم نفس الناس اللي قاعد يذوقون نفس المرار اللي أنا قاعد أذوقه، وهم نفس الناس اللي قاعدين ينجزون ويسوون ويتعبون، كل الهدف واحد، إن نرفع راية ديرتنا الكويت. وإحنا جايين اليوم نحتفل بهذا اليوم الوطني الكويتي. أنا مبتعث وهذه قصتي.